اللي انا عايز اقول لحضرتك انه دكتور مهدي عاكف نفى اساسا، ما قالش انه تم التلاعب او تم اخذ الامور من سياقها، هو قال ده ما حصلش اصلا. استاذه يعني ساعات المستشار اتكلم على قضيه مهمه في القانون، قضيه الشكل وقضيه لا يمكن اهمال الشكل، لا يمكن اهمال الوسيله التي تم التوصل بها ليه. ولذا انا شايف ان المتضرر من هذا الكلام يرفع قضيه بقى عن او دعوه عند النائب العام يحقق في هذا الشريط والى ذلك ونفهم. ولدينا قضايا اخرى طرحت بعد اذن معالي بقى بما انني متضرر. طب بس اديله فرصه يعني هيكمل. انا اكمل، انا متضرر بقى دلوقتي، خليني دلوقتي هو بيقول لي متضرر. لا يعني انا طب انا عايز المتضرر بقى يتكلم شويه. لا انت يتكلم ده، انا الكلام ده كله هتتفور يا بيه. ما انا هتفور ماشي هتفور. انا قلت انا في الاول خالص قلت يقتلوني. انا اكمل، انا قلت يتقتل. انا ما قلت ده، بالعكس ده لما اتفرط على المعاش يمكن حاطط في البيت كويس يعني مش اشكال. طب بعد اذن بعدك يا اسامه بيه انا بس كلامي يعني انا بتحصل مشاكل سياسيه كتيره. يمكن نفتكر قضيه الدكتوره مؤمنه كامل اثناء انتخابات مجلس الشعب في 2010 والتصريحات اللي ادلف بها لصحيفه الشروق، وكانت مسار القضيه وتحقيقات بعد كده في عالم السياسه كثيرا. ما يعني مثلا كان في انتخابات في بريطانيا 2010 براون لما كان الميكروفون مفتوح وهو في العربيه وقعد يتكلم على الست اللي كانت حاجه. قضيه الدكتوره مؤمنه كامل لم تنتهي الا لما القاضي المشار اليه مستشار وليد الشافعي مشي فيها حتى اخر الخط، وحتى حصل على ادانه وحتى اخذ حقه بالقانون. بس الحقيقه دي هو كانت قضيه شخصيه بين طرفين، انما دي تصريحات لا ما كانتش قضيه شخصيه يعني. لا دكتوره مؤمنه تعرف المستشار لا ذكرت الاسم لا كانت الواقعه بس قصدي ما يعرفوش بعض هم الاثنين. اتفضل. انا بقول ان الشيخ مهدي عاكف هو رجل كبير كذا و80 سنه ربنا يديله الصحه. لا أدري ربما هو ناسي أو فاكر، أو يعني في احتمالات كثيرة جدا يمكن أن نضعها في سياق تحليلنا لهذا الأمر. لكن أنا عايز أقول إحنا كمجتمع ولسه إحنا طالعين من أحداث ضخمة أو بنعيش أحداث عنف ضخمة بسبب القيل والقال، نرجو أن نخرج من هذا الإطار. لو جلسنا يعني من هنا لغاية السنة الجاية هو ده قال وده قال ونقعد نجمع الأقوال بتاع بعضينا، ما يفعل الآن في مصر هو وصفة للحرب الأهلية. نحن أمة نسير يعني إلى حتفنا، نسير إلى مصير مجهول. الذي يقود هذا السير هي رئيس الجمهورية. يا دكتور نرجو رئيس الجمهورية راجل أديله 8 شهور من أول يوم لم يترك، نرجو أن نعطيه فرصة ونعطي هذا النظام فرصة حتى يستطيع أن ينجز وفقا للتفويض الشعبي اللي حصل عليه. أما إحنا اللي احنا بنعمله ده مع بعض محاولة اسقاط الرئيس، انا قلت ده اكتر من مرة، ده بيسموه في السياسة بيسموها سبويلر ثيوري، نظرية المفسد الذي لا يريد للرجل ان يمضي ان ينجح ان يفعل. هذا الكلام سيغرق مصر، لن يغرق الاخوان المسلمين. الثورة قامت ضد مبارك كان نظام معزول، الشعب امكن عزله في 18 يوم. اما الثورة اللي احنا البعض عايزها الان هي ثورة ضد بعض الشعب ضد البعض الاخر. هذا في علمتنا التجارب ان ده زي الهوتو والتوتسي، ان ده زي اللي حصل في 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 بلاد كتيرة في امريكا اللاتينية، الحرب الاهلية في اسبانيا، كلها وصفات لمصير قد يأخذ البلاد الى منعطف خطير.